بما ان رمضان دايما مجمعنا، فعايزينه المرة دي يجمعنا في الخير. فحاول تقرب من ربنا بكل حاجة كويسة تعملها، وخليك عارف ان كل عادة سيئة انت بتعملها تقدر تبدلها بعادة كويسة تستفيد بيها في حياتك. كل ده مش هيحصل غير لما نكون كلنا صحبة صالحة لبعض ونشد بعض في الخير وبس، وكده هيكون رمضان جمعنا بكل الخير. ان شاء الله شهر رمضان بإذن الله هنزل لكم حاجات كتير تفيدكم وتفيدني طبعا. هنزل قصص دينية او قصص الانبياء، طبعا كلنا مش عارفين معلومات كاملة، فهنحاول مع بعض نعرف حاجات اكتر. وان شاء الله لو اي فيديو انتوا استفدتوا منه باي معلومة حاولوا تشيروه لصحابكم علشان كتير مننا يستفاد بالحاجة دي. وحاولوا ان شاء الله ان شاء الله في رمضان اي عادة سيئة انت بتعملها او اي عادة سيئة انت بتعمليها نغير من الحاجة دي. اول حاجة لو حتى انت مش بتصلي او مش منتظم في الصلاة، تحاول ان انت تصلي وتنتظم في الصلاة. ان شاء الله في الاول تصلي الصلوات بس، وبعد كده ان شاء الله هتصلي صلاة من اللي عليك والصلاة الجديدة اللي هي اول ما يدن الاذان، وبعد كده صلاة السنة لكل صلاة. انت واحدة واحدة هترجع وهتكون اقوى من الاول بإذن الله. فاحنا نحاول نستغل فترة رمضان، شهر رمضان، نستغله في حاجات كتير كويسة نتعلم منها، ونكون نطلع من شهر رمضان احسن بكتير. يعني مثلا على اقل خالص لما تقرأ قرآن مش هياخد منك وقت خالص. يعني لو انت اول ما صحيت الصبح قريت خمس صفحات من القرآن، وبعد كده مثلا على العصر بردك، وبعد كده بعد الفطار وقبل الفجر، هتلاقي نفسك على اخر رمضان ختمت اكتر من مرة. وفي نفس الوقت انت مش هتكون قعدت وقت كتير، لو اخدت خمس صفحات كل مرة بعد كل صلاة هتفرق معاك، وهتفرق في الحسنات الكتير ربنا هيديها لك. غير كمان ان ربنا كل ما هيلاقيك بتقرب منه كل ما هيكبرك ويعوضك بحاجات كتير قدام. فاحنا كلنا لازم نستغل الشهر الكريم ده في حاجات كتير كويسة لينا علشان نطلع منه بإذن الله في أحسن حال. وما تنساش في رمضان ان في كمان ليلة القدر ان انت تقدر تدعي فيها، وان ربنا بيستجيب فيها الدعاء، ربنا اساسا بيستجيب الدعاء على طول، بس ليلة القدر ربنا قادر يغير احوالنا كلنا لحال افضل. طول ما انت بتقرب من ربنا، طول ما انت شايف نفسك اي حاجة انت كنت بتعملها غلط نويت واخدت قرار ان انت تبطل الحاجة دي، ربنا هيكون جنبك وربنا هيساعدك في حاجات كتير قدام. فانت حاول اي حاجة انت بتعملها وحشة حاول تتجنب الحاجة دي، بدلها بحاجة تانية، بدلها بحاجة كويسة، استغفر في الوقت ده. مثلا انت ممكن تكون شخص بيتعصب كتير، ممكن تكون بتعمل اي حاجة وحشة، فلما تلاقي نفسك عملت الحاجة دي او خلاص هتعملها استغفر، ادعي ربنا، وان شاء الله ربنا طول ما هو هيلاقيك بتحاول تتغير للأحسن هيكبر بخاطرك. وحاول ان انت تستغل الشهر الكريم في حاجات كتير كويسة، زي انك تقرأ قرآن كتير، تصلي الصلاة في وقتها، ان انت تعمل حاجات كتير قوي تغير من حياتك وتغير من المود بتاعك. وان شاء الله هبقى انزل على القناة فيديوهات كتير استفاد منها وانتو كمان تستفادوا منها. ولازم نستغل شهر رمضان وربنا يطلعنا منه بإذن الله كلنا مقبورين، وطبعا محدش ضامن عمره. فانت لازم تحط او انت لازم تحطي في دماغك ان انت تعملي حاجات كويسة علشان يوم لما نقابل ربنا نقابل ربنا واحنا عاملين اعمال كتير كويسة. فلازم لو انت شايف نفسك او لو انت شايفة نفسك، في كلنا بنغلط طبعا، في اي حاجة غلط احنا بنعملها
تحاول تغير من الحاجة دي. واحنا داخلين ان شاء الله على شهر رمضان، تقدر ان انت تغير من نفسك كتير قوي. طبعا زي ما انا قلت لك قبل كده، او زي ما قلت لك قبل كده، ان انت اول حاجه لو حد مش بيصلي او حد متقطع في الصلاه يبتدي ان هو يرجع تاني يصلي. وطبعا لما كل ما انت هتقرا قران، كل ما انت هتقرب اكتر من ربنا، طول ما انت هتعمل خير ربنا هيجازيك بيه. وحاول ان انت تصاحب صحبه كويسه، لان الصحبه هي اللي بتشد، يا هتشدك في الخير يا هتشدك في الشر. فانت لو انت مصاحب صحبه كويسه او صحبه طيبه هتدلك دايما على الخير. فانت حاول تستغل شهر رمضان باذن الله بطريقه تفيدك لقدام، وتطلع من شهر رمضان باذن الله متغير للاحسن. يعني مثلا لو لقيت مثلا حد بيتكلم على حد، ابعد عنه. او ان انت لقيت مثلا مجموعة من الناس مثلا بتنم على حد، يعني يا تقول كلمة كويسة يا تصمت خالص. فانت طول ما انت بتحاول تغير من نفسك، طول ما ربنا هيكبرك وهيفتح لك ابواب انت ممكن تكون مش مفتوحة معاك دلوقتي. فانت كل ما تحاول ان انت تغير للاحسن، طول ما ربنا هيكبر بخاطرك قدام. فاحنا لازم باذن الله نستغل شهر رمضان في الخير، وزي ما احنا هنكون متجمعين فيه دايما نتجمع بردك في الخير. زي ما قلت لكم نقرا عن معلومات دينيه، نشوف ونقرا قصص الانبياء، نطلع أدعية، نستغفر كتير قوي، نصلي على النبي كتير قوي، نحاول نغير حالنا للأحسن. وكل ما انت نيتك خير ربنا هيجازيك بيها خير قدام. وحاول اي حاجة انت بتعملها غلط وانت عارف ان هي غلط، حاول ساعتها عشان تبطل العادة دي تستغفر، تصلي على النبي، تعمل اي حاجة كويسة تشغل وقتك بيها. وطبعا الصدقات، ما تنسوش الصدقات. وحاول تغير نفسك للأحسن علشان بعد كده، بعد يعني تطلع من شهر رمضان ان انت تكون في حال أحسن. فانت حاول انك تصلي، لو في حد مش بيصلي او بيقطع في الصلاة حاول تصلي. وبعد كده بعد ما تصلي تقوم مصلي الصلوات اللي كانت عليك اللي انت ما كنتش بتصليها، وغير طبعا السنن. وربنا ان شاء الله يطلعنا من شهر رمضان كلنا مجبورين، ويشفي مرضانا كلنا جميعا يا رب، ويرحم امواتنا كلنا يا رب، ونكون دايما كلنا في احسن حال. فانت حاول دايما تستغل الوقت اللي انت فيه لحاجات كويسة قدام. طول ما انت هتقرب من ربنا، طول ما ربنا هيعوضك وهيكبرك. وان شاء الله ان شاء الله كلنا نطلع من شهر رمضان مجبورين. بس لازم ان انت تحط في دماغك اول حاجة ان انت تعملها الصلاة، واي حاجة وحشة انت بتعملها تحاول توقفها وتحاول تبعد عن الحاجة دي. وطبعا الاذكار، وطبعا ان انت تقرا قران. وزي ما قلت لك لو انت قريت كل بعد كل صلاه 5 صفحات ان شاء الله هتكون ختمت اكتر من مره. وربنا باذن الله يطلعنا من شهر رمضان كلنا مجبورين الخاطر وكلنا في احسن حال يا رب. ودايما خليك عارف ان كلنا بنغلط، بس لازم ان احنا نقرب من ربنا ونبطل اي حاجة وحشة بنعملها، ونستبدل الحاجات دي بحاجات كويسة، ان احنا نقرأ قرآن، ان احنا نعرف اكتر في المعلومات الدينية، ان احنا نقرأ قصص انبياء كتير،
ان احنا نستفيد بالوقت ده بحاجات كويسة، نغير من طبعنا، لو طبعنا فيها اي حاجة وحشة نغيرها للأحسن، وربنا يكبرنا جميعا يا رب.